يا فرخين ها هو سليلو ديالنا صباحكم عطر وموده وسرور مسعود عاوتاني كي دايره البنات لاباس عليكم كلشي بخير كما وعدتكم الفيديو اللي فات غادي نصايب معكم سلو في التيرموميكس والمهم مشيت نتقدى يلا غادي نمشي نتقدى لالا يلا السي مسعود بدا كيزعام وبدا كيخرج دابا اليوم غادي تكون ثاني مره خرجت المهم حيدت داك الخوف الحمد لله مابقاش فينا سبحان الله كيدخل رمضان كيولي عندك واحد الاحساس زوين ما كيبقاش فيك داك الخوف والله كيعطيك ربي واحد الهدنه واحد سلام داخلي ما كاينش بحال البنات غنديكم معايا باقي لي شويه تخربيقات بغيت ناخذ إلان بالانجليزي البنات راه غادي نوري لكم اشنو سميتو حتى انا ما كنت عارفه يلاه اكتشفته عن طريق صاحبتي المهم البنات خليكم معايا نضرب بكم دويره ومن بعد نجيو ان شاء الله نديروا التحضيرات ديال سليلو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم باي نيال باي ايما باي ايما ايوا ناري لك كيس ويلك انا كيس مي اه صافي عندي دابا خديت الماسك يلا باي بيبيز لاف يو بوبو لاف يو نيال باي حبيبه باي باي نسيت I need some wipes please نسيت الوايبس وايبس ملي كتسناي في الراجل باش يجيب لك شي حاجه خصك تسناي 500,000 ساعه ثانك يو فيري ماتش يلا باي باي دليان قطه تعجبي الفاء مهم يا والله يستر كنت غادي نضرب واحد الجري هنا في البارك وانا تفكر راسي صايمه وباقي الوقت يلا دابا 3:30 فقلت لا 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 خصني مازال نرجع للدار ندير الفطور قلت لا صبري شي مره تاي قرب يكون هكا الاذان هذيك الساعه نجي نضرب جريه هنايا المهم الجو بدا كيبرد عاوتاني بارد ماشي بارد بزاف ولكن بارد على الايامات اللي قبل صافي طواليت رجع خصني ناخذ معاه واحد الذكرى قبل ما يغبروا ثاني تخرج جيبي حاجه كتجيبي 500 حاجه انا بعدا جيب داكشي ثقيل مقدرتش نطلع في الدروج شوف واش غيحل تاني تلفوني حل غوت علي ديك المرة دابا تعلم الدرس هبط حشاكم القمامة راجلي وجد جافي بما جيت شوفو هانتوما ديال البيسمنت كنحطو لتحت سخفت كيف ما العادة هاد الماسك كيخنق ولكن جميل بنات لي قالو لي منين خديتيه خديته من امازون ماشي انا لي خديتو راجلي هو لي كوموندا دابا راه كاينين عطاهم الله 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 الجهد ما بقاش الله دوش وقلت غادي نصيب المسمن هو الاول عاد ديك الساعه نوض نحمر داكشي ديال سميتو ديال سلو انا اللي صدعوني هادو بغيت غير نقول لكم العجينه هنايا راه كديري هنايا غير واحد دقيقه و30 وكديري هذا الفيتيس 10 غنوريكم انتما اللي بغيتو ديروا العجينه كتوركوا على هذه وهنا كديروا دقيقه و30 والفيتاس 10 صافي شوفوا العجينه ديالها كتجي رطبه وزوينه
فوالا تنسالي المسمن وديك الساعه نبدا معكم التحضيرات ديال السلو. هانتوما الغزالات، هذا المسمن ديال درت 5 كبارين، درت جوج في جوج. مهم باش ما كثرش عليا، غادي نخليه يرتاح ديك الساعه نطيبو بين الماء، حطيت كلشي غادي نديرو انا في الفران يتحمر. مشيت نجيب هذاك البابي كويزين ما لقيتوش البنات، فغادي نديرو ديريكت في الطاوه. المهم غادي ندير انا غير زنجلان نافع، حبه حلاوه، واللوز صافي، والقرفه، وغادي نخلطو بالعسل. ما غادي ندير فيه لا زبده لا زيت البنات. خليت الزنجلان ديالي يتحمر مره هكا، نبقى نقلب فيه باش ما يتحرقش ليا. دابا البنات غادي نجي غادي نطحن الزرع. ها هو البنات، بنات الانجليز راه كيتسمى بير بيرلي، ها هو هنايا شعير الشعير بالقشر ديالو، راه غادي تلقاوه عند العرب، تلقاوه عند الهنوده، عند التواركه هما. اللي عجبني في هاد التيرموميكس انه البنات كيطحن مزيان وكيخرج الزيوت ديال الحاجه، وهذا الشيء اللي ما كتلقاش في جميع الروبوات، والاهم من هذا انه صحيح بزاف. وهذا الشيء صراحه علاش انا كاع شريته على قبل الطحين، زعما على قبل انني نطحن فيه بزاف ديال الحاجات. كما قلت لكم قبل شحال من روبو شريت وكيخسروا لي دغيا، ما كيدوروش عندي العام. غنشعل دابا على الله يبان لكم سكرين، حيت مع الاضاءه ما كيبانش. المهم الا ما كيبانش غادي نشرح لكم كلشي. المهم الشاشه ما كتبانش لكم، غادي نبقى ندور هنايا، غادي نلقى في السكرين اولا في الشاشه غادي نلقى الميزان. ها هو الميزان، غادي نعبر دابا نص كيلو ديال الشعير. انا ما غنديرش كيلو، غندير غير نص هكاك باش تبقى هذاك اللوغو ديال اللوز اللي سميت. ملي كتكثري الدقيق كيمشي كاع اللوغو ديال هذوك الفاكهه. دابا غادي نعبر نص كيلو 500 غرام، باقي نزيد شويه. الحاجه عاوتاني اللي عجبتني في الثيرموميكس انه فيه الميزان، زيد شويه ب 10 غرام ولا هذا ولا ناقص شويه ماشي مشكل. صافي هي 500 غرام و10. دابا غادي نطحنو على دقيقه ونص، والفيتيس يكون في 10 على 10. وديك الساعه علاش شفتو باقي خصو يزيد الطحن، غادي نزيد. المهم غنطلع عليه من بعد، بغيت نوريكم البنات. هانتوما بسم الله، فوالا شتو هذا هو الدقيق ديال الزرع، شتو كيفاش طحناتو. غادي نزيد واحد شي شويه مازال، شتو انا مدتش معايا وهاديك 3 دقائق دغيا. عمران كيخاف من الروبو مسكين. غنزيدو واحد الدقيقه. هانتوما البنات كما كتشوفوا، ديما استعملوا السباتشيلا هذه اللي معاه، مستعملوش حاجه اخرى، داكشي علاش هما دايرينها معاه. دابا البنات نتبقاو كاع تشريو، يعني ما محتاجينش تشريو. البنات اللي عندهم دابا التيرموميكس ما محتاجينش تشريو العطريه مدقوقه وداكشي كامل، كلشي شريوه عواد وطحنوه في الدار. شتو البنات غادي نحاول غادي نمخل هاد الدقيق غير باش ما يبقاوش فيا، يبقاو لي هادوك الحبيبات ويجينا السلو ديالنا. هذا رطيطو وسموز. انا درت دقيق الشعير، ممكن نتوما ديروا دقيق القمح الكامل، حبه ما تستعملوش الفورس باش نبقاو في الجانب الصحي. خصني نشري ديك العايبه اللي كتباع في اكيا، ديما كنمشي وكنساها يا اختي، كنمشي على اساس نشريها وكنساها. مهم انا غادي ندخل الحوت، لا علاقه سالي الحوتي مع سلو، غير بغيت نقول لكم والله الا فعلا هذا التيرموميكس سهل عليا بزاف د الحاجات والله العظيم، الوقت وحتى الجهد صراحه الله. في نفس الطاوه غادي نحمر فيها الدقيق، الدقيق راكم عرفتوا كيدي الوقت، هذيك 45 دقيقة. مرة نبقاو نحركوه، من الكمية درتها قليلة كما قلت لكم باش نذوق، نبقى هذاك المذاق ديال اللوز
بزنجلان بغيتي ديري فيه حتى دقيق ديال الشوفان. هذا زعما الشوفان وطحنوه حتى هو ديرو خلطوه معاه. انا مشيت نجيب الا ساعه ما لقيتوش شي مشكل. مره غندوز دابا نطحن بزنجلان، المهم اللي حمرته غنطحن. بسم الله. دقيقه ونص والفيتاس 10 ونبقى نشوف. انا بغيت يخرج لي الزيت ديالو، نبقى نطلع ليه واش خرج الزيت ولا لا. حيت كما قلت لكم غنزيد لا زبده لا زيت. انتما البنات ها هو طحنه، لكن غنزيد نطحن حتى يخرج لي الزيت ديالو. بغيت نوريكم هاد التعليكه، شفتوا البنات شو كيفاش معلق، شتي راه خرج الزيت ديالو. هنا عندي اللوز حتى هو حمرته في الفران، غادي نطحنه. المهم عمر مسكين تيخاف، كي كيشوفني غادي نخدمو تيخاف مسكين. صافي حتى هو غادي ندير دقيقة ونص والفيتاس 10. صافي هو اللوز ديالنا صافي طحن. عرفتي البنات في ساعة كيطحن. تبارك الله ما شاء الله، ما قوست عليك الثيرموميكس ما شاء الله تبارك الله. هنايا عندي عواد تاع القرفة ها هما، المهم غادي تحت غادي ندير لها جوج معالق ديال النافع، جوج معالق ديال حبة حلاوة وجوج معالق ديال القرفة. غادي نطحنهم نيشان ولا ميشي غير شفتو طحنت كلشي والريحة طالعة كتحمق. ولا البنات طحنت كلشي. هنا عندي الدقيق، هنا كما كتشوفوا اللوز ديالنا، هنايا الزنجلان، وهنايا الخليط ديال القرفة مع النافع مع حبة حلاوة. غادي نخلط هادشي كامل غير بيدي بحال هكا، ونقدر كاع نرجعو للثيرموميكس. بغيت غير نشوف نشوف واش نزيد نطحن زنجلان باش يخرج ليا شويه ديال الزيت ولا لا، وشحال خصني نزيد ديال عرفتي تحرقت اي كنحرك واش تحرقت وشديتها في قلبي قلت لا سير خرج. المهم انا بغيت غير نخلط هادشي كامل بيدي غير باش نشوف شحال تاع العسل غادي خصني نزيد، وشحال تاع سميتو واش نطحن زاد زنجلان ولا لا. عاود زدت واحد شويه ديال الزنجلان كما كتشوفوا، بغيت مازال يكون معلق ليا، انا كيعجبني يكون سميتو سليلو يكون معلق بزاف. وشتو تبارك الله شحال خرجت، راه غير نص كيلو تاع الدقيق ورابعه رابعه من سميتو ديال الزنجلان. المهم ديك 400 غرام ديال الزنجلان و 400 غرام ديال اللوز مع نص كيلو تاع سميتو تاع دقيق الشعير. وغادي نزيد دابا العسل هو باش غادي نحليه، المهم نزيد شويه ونخلط وندوق. دابا خلطت كلشي مع العسل، غادي نزيد عاوتاني نديرو في الثيرموميكس، ماشي نطحن غير ندور. المهم غادي نقسمو على النص، ندير النص عاد نزيد النص الاخر، والحلاوه على حسابكم نتوما البنات، بغيتو تزيدو بغيتو تنقصو على حسابكم. خير ها هو سليلو ديالنا، سليلو صحي بدون زيت بدون زبده بدون سكر بدون اي حاجه خايبه، صحي من جميع المقاييس. والفطر كيرجع للثيرموميكس البنات، والله الا عاونتني بزاف. شحال هذه كنت كنقسم الشغل على يومين، نهار كنحمر فيه ونهار كنطحن فيه، واللي كيدي لي بزاف الطحين كيف انا كيفكم حتى نتوما، اللي كيدي لك بزاف الخدمه في سلو وطحنا البنات. الثيرموميك صراحه والله الا سهلت عليا بزاف، كطحن في ساعه البنات ميم با دقيقه جوج دقائق كطحلك كما كتشوفوا. انا خليته معلق حيت هكا كبرت في دارنا، كانوا ديما تيديروه معلق بالزيت البلديه، حتى بالزيت البلديه زوين غير بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا فيه الزبده، فهذه طريقه صحيه اكثر. وتعوضوا عوض ما ديروا السكر تعوضوه بالعسل، ممكن عاوتاني ديروا فيه حتى التمر، ممكن ديروا اضافه واحده اخرى. انا هكا كيعجبني سليلو. كنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار، والفضل كامل كيرجع للمساعده ديالي. اخر فيديو كتبت الخدامه ديالي، نتوما عارفين انا دويت على الثيرموميكس البنات، نتوما عارفين النيه ديالي كيفاش دايره، وحنا كنا مساعدات وحنا كنا كنخدموا والخدمه ماشي عيب، ف يعني لا داعي للتحريج للتجريح للتحريج للتجريح.
انا واش هذا ماشي موضوعنا البنات. بالنسبه للبنات في بريطانيا العرض ديال تيرموميكس مازال كاين حتى نهار الاثنين، فاللي ما تم تواصل معايا على الواتساب ونخلي لك انا وحتى الانستغرام ديالي واتساب فقط للواتساب، ما فيش المكالمات راكم عارفين ما نقدرش نعطي المكالمات وداك الشيء. العرض فيه ديال عام ولا ديال عامين وبدون ربا، ديال عام كتخلصي فيه 97.80 وديال عامين كتخلصي فيه 47.88 ما زايدين عليكم ولا البنات بدون ربا. فساريوا البنات اللي باغا تيرموميكس تواصل معايا. اي فوالا البنات ها هو سليلو عن قرب كما كتشوفوا. الريحه ديالو يا سلام، ما شهيتكم واللي فيكم حاميه سمح ليا. ومن هنا تما نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. محلكم غزالاتي.